أهلا بكم مشاهدينا. يعاني أهالي مخيم الطالبية الواقع في قلب البادية الأردنية الوسطى من إجحاف وتضييق جراء قانون ديوان الخدمة المدنية الذي يميز بين مواطنين مقيمين ومواطنين أصليين. يعد مخيم الطالبية أحد مخيمات الطوارئ الستة التي تأسست من أجل إيواء 5000 لاجئ ونازح فلسطيني ممن غادروا الضفة الغربية وقطاع غزة بان النكسة الفلسطينية عام 1967. حلم يتبدد جراء تصنيف يقول إنه مجحف. ولد أحمد أبو هلال وعاش حياته بمخيم الطالبية في البادية الوسطى، إلا أن هذا لم يشفع له ليكون مواطنا بصفة مقيم، صفة باعدت بينه وبين حلمه بالحصول على وظيفة. متخرج من 5 سنين ورقم الوظيفة 2 في ديوان الخدمة المدنية، ولليوم بستنى بتوظيف ما تبي توظيف بسبب مقيم وأصيل، وهي المشكلة بنعاني منها كثير بالمخيمات. ينسحب الأمر ذاته على أبناء البادية الشمالية والبادية الجنوبية، فهم ليسوا سواسية. يتوزع هؤلاء على مجموعتين من المواطنين الأردنيين، الأولى يتم التعامل معهم على أنهم مواطنون أصليون، والثانية تعدهم مواطنين مقيمين، وذلك على أساس أسماء عشائرهم ذات الأصول البدوية الفلسطينية كما يقولون. مصطلح مقيم وأصيل هو مصطلح يخالف التشريعات الأردنية، ومنها على الأخص الدستور الأردني، وخصوصا ما جاء في المادة 6 والمادة 2 والمادة 22. هذا التمييز صاحبته مدار أبرزها فرص التعيين في القطاع العام، فالنظام في ديوان الخدمة المدنية ينص على ألا تتجاوز نسبة تعيين أبناء المقيمين 30% من إجمالي التوظيفات و70% لأبناء تلك البوادي الأصليين، تمييز دفع المقيمين للتساؤل إلى أي أصل ينتمون. إذا أنا مقيم في لواء الجيزة وأنا أقطن في هذه المنطقة منذ 50 عاما، فالسؤال إلى الحكومة أو إلى أصحاب القرار، أنا أصيل في أي مكان؟ تعديل قانون الجنسية عام 1994 نص على أن جميع المقيمين عند نفاذه ممن يحملون الجنسية الفلسطينية يعدون ممن حازوا الجنسية الأردنية. مواطن مقيم ومواطن أصيل، كلاهما يمتلك رقما وطنيا وجنسية أردنية، إلا أن حقوق المواطنة لديهما غير متساوية في الوظائف والتعليم، ما يلحق ضررا اجتماعيا واقتصاديا بآلاف العائلات الأردنية. هدي النماس، العربي، من البادية الوسطى. للحديث مشاهدينا عن هذا الموضوع معنا من عمان أحمد الرقب، النائب السابق في البرلمان الأردني. سيد أحمد أهلا بك معنا. يعني كثر الحديث، تساؤلات أيضا كثرت في البداية عن مدى قانونية هذه الإجراءات المتخذة بحق يعني الطالبية، هو مخيم واحد من المخيمات الستة للنازحين واللاجئين. شكرا جزيلا، وأشكركم على طرح هذا الموضوع مجددا، وآمل ألا يكون طرحه فقط هكذا على وجه النظرية، وإنما آمل أن يصل صوتكم وبقوة إلى أصحاب القرار في الحكومة الأردنية والنظام الأردني وعلى أعلى المستويات، لأن هذا الموضوع لا يمكن أن يقبل، لأنه يمثل إسفينا اجتماعيا ديموغرافيا خطيرا لا يقبله دين ولا يقبله قانون ولا يقبله أبناء الأردن عامة ولا يقبله أبناء العشائر الأردنية الماجدة التي دائما تتوخى العدالة في كل تفاصيلها. وبالمناسبة أود أن أشير، لإن كان مخيم الطالبية ينال الضرر الأكبر والأعظم من هذه القضية من هذا القانون الجائر، ودعني أقول بدقة أكثر، هو ليس قانونا وإنما هو لائحة اختراقية كما سأبين بعد قليل، لأنه فيه مخالفة صريحة
طيب للقانون جميل سيد، فضلا عن يعني الحياة. حفاظا للوقت، يعني كنت أريد أن أسأل عن قانونية هذه الإجراءات، ولو يعني لو تضعنا في إطارها. وأنا أود أن أؤكد هذا يشمل مخيم الطلبية وأيضا نعم مناطق أخرى أيضا من البادية والبادية الوسطى في أردننا الحبيب، لكن أؤكد أيضا حتى يكون هذا فرصة لكل من يحاول حقيقة الاهتمام بهذا الموضوع، لا يمكن أن نسميه قانونا، وإنما مع الأسف هو في حقبة من حقب تعاقب الحكومات الأردنية والذي ليس له نظير في العالم مع الأسف الشديد، تمت هذه المخالفة الدستورية والخرق القانوني غير المقبول والالتفاف على القانون في حقبة إحدى الحكومات الأردنية، ثم حولت هذه المخالفة إلى ديوان الخدمة المدنية وبدأ العمل بها كعرف، مع الأسف ما زال أبناء الطلبية وغيرهم من الأماكن في الأردن يجرون أو ينالون آثاره السلبية كثيرا. نحن لا نتصور مطلقا في مخيم الطلبية مثلا العمارة الواحدة بحسب هذا التقنين الجائر فيها الأصيل والمقيم. وأود أن أؤكد، وهذا هو سنن كل العشائر الأردنية، كلنا مقيمون في الأردن وكلنا أصيلون في الأردن، طيب نحمل الجواز الأردني والرقم الوطني سيد أحمد، يعني لو تحدثنا عن الموضوع إن كان لا هناك نؤمن إيجاد، لا بساكس بيك ولا ساندرين. نعم لو تحدثنا إن كان ممكن هناك إيجاد معالجات قانونية تشريعية حتى يتم التعامل معهم بشكل منصف على الأقل ولو بشكل سريع لو ممكن. بكل أسف لقد بذلت جهدا مضاعفا أثناء وجودي في حقبة البرلمان السابق، إلا أن رؤساء الوزراء في تلك المرحلة والتي قبلها مع الأسف وإلى يومنا هذا يحاولون أن إنجاز التعبير أن يتجاوزوا هذا الخرق القانوني الصريح حقيقة. ولعل طرح هذا الموضوع مجددا وهذه رسالة إلى الزملاء والإخوة في مجلس النواب أن يعيدوا طرح هذا الموضوع، لأن فيه ظلما واضحا. تصور النسبة هائلة، حينما نقول 70% نعم فما فوق لما سمي بالأصيل، وهذه تسمية اختراق عجيب غير مقبول حقيقة، وما دون ذلك 30 فما دون نعم لمن وسم بأنه حقيقة مقيم مع الأسف الشديد. نتمنى كما هذه ذكرت في البداية سيد أحمد أن يصل الصوت والرسالة. أشكرك جزيل الشكر من عمان، أحمد الرقب النائب السابق في البرلمان الأردني. مشاهدينا نعود الآن إلى الزميلة ديما واستكمال ما تبقى من ملفات الظهيرة.